لا تكاد تهدأ أزمة من أزمات النفط في العراق حتى تشتعل الأخرى. بعد الخلافات حول عقود النفط بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل، ها هو ملف التصدير يطل برأسه على شكل إعلان صادر عن وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان. الوزارة قالت إنها بدأت بتصدير كميات من النفط الخام إلى تركيا عبر الشاحنات، وذلك للحصول بالمقابل على مشتقات نفطية. كما اتهمت الحكومة المركزية باقتطاع جزء من حصة إقليم كردستان من المشتقات النفطية. تعتبر بغداد أي تصدير للنفط لا يمر عبر الشركة الوطنية لتسويق النفط التابعة لوزارة النفط الاتحادية بمثابة التهريب. لكن مشكلة بغداد هذه المرة ليست مع أربيل وحدها، إذ أصبحت تركيا طرفا في النزاع الدائر بين بغداد وأربيل. بدون شك يعني تركيا متفقة ومشجعة هالشي، يعني الواحد ما يقدر يصدرنا في الأمكان ما يعرفون به، هاي صحيح. تركيا هي طرف في الخلاف، لأنه تركيا تؤيد القائمة العراقية 100% في كل شيء منذ البداية، وليس لديهم علاقات طيبة مع المالكي منذ فترة، يعني مع الحكم، مع الشيعة خلينا نقول، يعني خلينا نكون صريحين. يعني في ظل تلك الأجواء كان من المفاجئ أن يصدر في تركيا تصريح نسب إلى وزارة الطاقة يتحدث عن تعاون تقني بين أنقرة وبغداد لنقل النفط من البصرة إلى ميناء جيهان في تركيا ومن هناك إلى السوق العالمية. أما وزارة النفط العراقية فقد أعربت عن استغرابها لهذا الكلام. بالتأكيد يعني هو الكلام هو سابق لأوانه، واليوم اتصلت أنا بمدير شركة تسويق النفط العراقية سومو، وقال من المبكر الحديث عن هذا الموضوع لأن النافذة الجنوبية هي الآن تستوعب الصادرات النفطية العراقية الآن وللسنوات القادمة. ليست الأزمة الداخلية العراقية حول ملف النفط جديدة، وهي التي تعرقل باستمرار إدارة الملف النفطي بما يخدم البلاد، لكن الجديد الآن هو دخول تركيا على خط نزاع الدائر، مع ما يحمله ذلك من احتمال تحول الأزمة الداخلية إلى أزمة ثنائية بين العراق وتركيا. رامي الحيم، BBC، بغداد.